أشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأن هناك إقبال كبير من المواطنين على التمويلات السكنية الجديدة والتي أعلنت عنها الوزارة مطلع الشهر الجاري. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة فاطمة المناعي، مستشار قانوني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن كيف ستسهم هذه التمويلات الإسكانية الجديدة في خدمة أصحاب الطلبات القائمة على قوائم الانتظار، وما هي التسهيلات المقدمة لأصحاب الطلبات؟ مساء الخير، شكرا لكم إتاحة الفرصة لنا اليوم لتسليط الضوء على مدى إمكانية استفادة أصحاب الطلبات القائمة من الخدمات التمويلية الفورية. في الحقيقة تم تدشين الخدمات التمويلية الجديدة بحيث تتمتع بالمرونة اللازمة لتوفير خدمة فورية وميسرة سواء للمتقدمين الطلبات الجديدة أو لأصحاب الطلبات القائمة من وحدات سكنية أو قسائم راغبين بالاستفادة من الخدمات التمويلية لما أتاحته من أغراض وخيارات متنوعة تتناسب مع شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات القائمة. وقدمت الوزارة عدة تسهيلات لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين بتحويل طلباتهم القائمة من خدمة وحدة سكنية أو قسيمة سكنية إلى الخدمات التمويلية. بذكر أهم هذه التسهيلات. في البداية استثناء العمر والدخل لأصحاب الطلبات القائمة اللي لم يحدد لها سقف الخدمة في حال رغبتهم في التحويل الاستفادة من تمويلات تسهيل الممولة من بنك الإسكان. كذلك استثناء العمر لجميع أصحاب الطلبات القائمة قبل صدور قرار الخدمات التمويلية في حال رغبتهم في التحويل الاستفادة من تمويلات تسهيل الممولة من بنك الإسكان. كما أتاحت الوزارة الفرصة للراغبين بالانتفاع بتمويل مشترك مع الزوجة بهدف رفع قيمة التمويل على ألا يتجاوز مجموع الدخلين الحد الأقصى للخدمة. كما سمحنا بانضمام الزوجة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تخصيص التمويل. وفي نقطة مهمة بعد هي عدم تأثر تحويل الطلب على أقدميته. كل هذه التسهيلات المقدمة ستسهم بلا شك في إقبال أصحاب الطلبات القائمة على قوائم الانتظار، خاصة مع رفع أسقف التمويل لتصل إلى 70,000 دينار وتنوع الأغراض اللي تمكن المواطن أنه يختار منها الغرض اللي تناسب معه وتمكنه من اختيار موقع وحجم وتصميم الوحدة السكنية اللي تتناسب معه مع احتياجات أسرته. طبعا لاحظنا خلال الفترة من تدشين الخدمات وحتى اليوم ورود عدد كبير من الاستفسارات من أصحاب الطلبات القائمة. نعم سيدة فاطمة، يعني ما هي أهم هذه الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين المقبلين على هذه الخدمات الثلاث بالإضافة إلى خدمة الفئة الجديدة لبرنامج مزايا؟ أغلب الاستفسارات كانت بخصوص قيمة التمويلات، بخصوص الأحكام والشروط الخاصة بالتمويلات. ولله الحمد منذ أن تم إعلان تدشين خدمات تمويلية كان في إقبال لهذه الاستفسارات سواء بالحضور الشخصي لمقر الوزارة أو بالتواصل من خلال الهاتف أو من خلال موقع الحكومة الإلكترونية. وبلغ عدد الاستفسارات هذه بالاتصال تقريبا 2600 اتصال. أما عدد الزيارات على موقع الخدمات الإسكانية على بوابة الحكومة الإلكترونية وصلت لأكثر من 22,000 زيارة. وعدد المراجعين لمركز خدمة العملاء في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تجاوز 2,000 مراجع، كل هذه خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى اليوم. مثل ما قلت لك هالأرقام تعطينا مؤشر قياس ممتاز لحجم الإقبال من المواطنين سواء من أصحاب الطلبات القائمة والمتقدمين الجدد على هذه التمويلات للاستفادة منها. نعم، شكرا لك السيدة فاطمة المناعي، مستشار قانوني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.